ألقى عدد من عمال شركة بتروجيت المعتصمين أمام مجلس الشعب منذ ثلاثة أيام ألقوا القبض على شخص قالوا أنه ضابط في جهاز الأمن الوطني الذي ورث جهاز أمن الدولة المتحل يقولون أن هذا الضابط حرضهم على اقتحام مجلس الشعب والدخول في مواجهة مع القوات المسلحة التي تقوم بحماية المجلس وقد طلب اللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية منهم استدعاهم وحضورهم إليه كي يحقق في الواقعة وسيمثل معهم أيضا يحضر معهم يرافقهم النائب كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب معنا أحد الشباب الذين ألقوا القبض على هذا الشخص نتشرف بحضرتك خميس محمد سيد شركة بتروجيت احنا طبعا معتصمين قدام المجلس بقالنا ثلاث ايام محدش بيستجب لنا قدام مجلس الشعب فمحدش بيستجب لنا فانا جمعت زمايلي عشان اشوف احنا هنعمله ايه ناخده اي اجراء تصعيدي فانا جمعت زمايلي وقلت لزمايلي اقعدوا انا لمم بطايقهم عشان اعرف مين معايا ومين ضدي فانا قلت لهم اقعدوا فانا لقيت واحد واقف لابس ابيض فانا بقول لهم دلوقتي نعمله ايه؟ طبعا كل واحد بيقول اراءه راح هو قايل لي اقول لكم الحل وخلاص قلت له اه قال لي احنا هننط من على السور نشتبك مع الجيش كلنا تبقى قضيه راي عام احنا 400 عامل فقلت له انت بتاعتك معايا؟ قال لي اه بتاعتي معايا قلت لهم طب هاتوا البطايق راح جاري طبعا احنا جرينا وراه وزميله حسام بقى يكمل ايه اللي حصل؟ طب الاخ حسام يقول يقول احنا احنا جرينا ورا ورا المقدم ده على حساب ان هو فرد من داخل الرئيسي يعني ايه الشركه بعتاه شركه بتروجيت بعتاه للتعامل معانا نعم التعامل معانا من جهه ايه؟ هم يحرضونا من داخل داخل عماله بتروجيت يحرضونا على اقتحام مجلس الشعب ايه ده حقنا لان امبارح جه فرد امن من داخل بتروجيت برضك جه حرضنا ان احنا نروح نكسر فرع الفرع الرئيسي بتروجيت فانا لما شفته كلمته بساله انت تابع ايه؟ فسكت لما جريته لما جريت وراهم سكته انت تبع ايه قال انا تابع بتروجيت تابع بتروجيت انت مش تابع بتروجيت طب بطاقتك بطاقتك فراح لقيته متكلك في الكلام وجرى جرى تاني مسكناه فزميلي رامي راح ماسك المطلع اللي مسكناه مسكناه جامد فطلع منه المحفظه بنفتح لقيناه نقيب في امن الدوله في جهاز الامن الوطني حاليا الدور الداخليه بعض من افراد الداخليه مش هقول الداخليه كلها بعض من افراد الداخليه فلول الداخليه طلعوا من البوابه طلعوا البوابه ما سلموهوش طلعوا البوابه فين قال لك احنا سلمناه في اسم الشرطه ممكن تروح في اسم الشرطه تسال هناك وتعمل محضر وتعمل الدنيا فاللي هو حمد بدين دلوقتي احنا بصراحه ما عندناش ثقه في الداخليه فقلنا نوصل المجلس على القوات المسلحه استعنا بالعقيد هنا داخل مجلس الشعب اللي هو في الحراسات هنا ايه وصلنا باللي هو حمد بدين ورايحين دلوقتي نتكلم معاه ونقول اللي احنا شفناه بالكامل انا رامي محمد يحيى عامل في شركه بتروجيت احد العمال المفصوله المعتصمه امام المجلس لتطالب بحقها الشرعي انها ترجع العمل احنا امبارح اولا امبارح جالنا وقف في وسطنا واحد من الامن الرئيسي بتاع شركتنا وقف في وسطنا ومعرفنا ان هو جاي علشان يعرف او يوصل اي معلومه للمديرين اللي عندنا في الشركه انا واحد من الناس خدته من ايده كده وما رضيتش اسلمه للامن الامن هنا اللي وقعت قعدوا يقولوا لنا طب هاتوه لنا واحنا هنتعامل معاه قلنا لا احنا ما نضربش بتوع بتروجيت اللي هم بتوعنا لان احنا مش جايين نعمل مشاكل ومشيته بالفعل وقلت له روح ادارتك وقول لهم ان شاء الله احنا مش جايين نعمل مشاكل النهارده اللي حصل ان احنا بنتجمع عايزين نشوف اي راي اي قرار ناخده علشان نتصرف نحل وضعنا ما هنا عايز يحل لنا وضعنا فاحنا قلنا نلم بعضنا يا جماعه ناخد قرار ايه الحل اللي احنا نعمله كل واحد مننا بيقول راي علشان نحل الموقف لان ده طالع من وسطنا ولا يا جماعه هو الحل الوحيد ان احنا نعدي من فوق المج... من فوق السور نقتحم نشتبك مع الجيش لو عملنا اي مشكله مع الجيش الموضوع هيتصعد مشكلتنا هتتحل فطبعا احنا ما زعلنا لولتول... له وقلت له لا طبعا احنا ما احناش جايين نشتبك مع الجيش ولا نشتبك مع حد انت تبع مين قال انا معاكم بتروجيت قلنا له ما انتش معانا بتروجيت كل الناس اللي معتصمه في تروجيت واقفين بره ما عندهمش النيه ان هم لا يمسكوا في حد ولا يشتبكوا من حد كارنيهاتوا معانا ومصورنا الكارنيه سياده اللواء خدوا مننا خدوا سياده اللواء عمر جوه خدوا مننا يعني خدوا وقال ده يخصنا لا تبع تبع الشرطه تبع الداخليه قال الكرني ده يخصنا وانت مش من حقك ان انت تاخده او خدوا من ايدي بس برضو احنا كان سياده العقيد مصطفى اللي ماسك الامن هنا مسؤول عن القوات المسلحه صور الكارنيه وسياده النائب سيادة النائب كمال أبو عيطة كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب ما الذي شاهدته الواقعة بتكشف تدخل تدخل النظام السابق وفلول النظام السابق اه لو تقدر تطلعه بعد اذنك البطاقه والكارنيه فلول النظام السابق بيتدخلوا الان لتوجيه الاضرابات الشريفه دي اضرابات شريفه دي ناس طالبه تشتغل دول اجر الواحد فيهم بيتراوح من 8 ل 20 جنيه اليوميه بتاعته عمال يوميه وخدنا تعهد من وزير البترول يوم 28 آه اتنين انه يشغلهم انه ينزلهم الشغل والوزير تهرب مننا ويعتبر هروب الوزير من الوعد اللي وعده على لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ده اهانة للبرلمان وده مسلسل برضو بيعمله اصحاب من بيدهم القرار سواء وزير البترول او كل بصراحة رؤساء الشركات اللي بتتعنت مع الناس طيب بهدف اللي هو حمدي بدين ايه علاقته رئيس الشرطه على ما علاقته بالموضوع لا علاقته بالموضوع انما عندما تم القبض على احد المندسين داخل الاضراب النبيل الشريف للعمال واكتشف العمال ان هو يعني يتبع جهاز امني اللي هو جهاز الامن الوطني وكان بيحرضهم على دخول البرلمان حسب ما سمعت منهم و واحد شاهد معانا بيقول لهم اقتحموا البرلمان واصطدموا مع الجيش عشان تبقى ونولع في المجلس عشان تبقى قضيه راي عام وتحل مشكلتكم طبعا لو عملوا كده واستجابوا ليه لا هتتحل قضيه ولا غيره وهيبقى لهم البرلمان هو الجايه الوحيده اللي واقفه معاهم دلوقتي معناها ان يخسروا حد كمال جلد. ابو نشكرك شكرا جدا نوضح للمشاهدين ان امام الكاميرا بطاقه رقم قومي تحمل يعني هي منسوبه او هي اذا ثبت انها صحيحه هي باسم احمد صلاح الدين احمد لطفي كريم يسكن بالنزهه بالقاهره وهو من مواليد 2 ابريل سنه 86 ثابت على ظهر البطاقة أن مهنته ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية تاريخ استخراج البطاقة شهر يناير 2008 هذا هو ظهر البطاقة أيضا هناك كارنيه آخر هو خاص برخصة حمل سلاح هذا هو ظهر البطاقة كما يظهر وكما تظهر الرقم القومي مدونا عليها أيضا هناك شهادة إعفاء بإحراز وحيازة سلاح صادرة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة الاسم أحمد صلاح الدين أحمد لطفي كريم ومذكور الرقم القومي الوظيفة ضابط شرطة محل الإقامة في شارع الجد بالنزهة بالقاهرة و تاريخ الاصدار وحده تراخيص الشرطه سبب الاعفاء مذكور اعفاء شرطه وتوقيع لواء مدير الامن وليس واضحا التوقيع غير مكروه. ايضا هذا هو ظهر رخصه السلاح المنسوبه الى مديريه امن القاهره. واين الاستاذ كمال ابو عيطه طيب يعني نعيد البطاقه والبطاقه رقم قومي والشخصيه الى العمال الذين القوا القبض على الضابط وهذا شانهم نكتفي بهذا القدر ونشكركم ونعود الى استجاهتنا في الدوحه